أكثر ينضم إلينا من فيينا الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا. أهلا بك دكتور. يعني مثل ما قرأنا منذ قليل، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت تقرير اليوم أنه مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يصل إلى 114.1 كيلوغرام. ما الذي يعني هذا بداية؟ بداية أن التقرير اللي عملته الوكالة المرة دي تقرير يعني إلى حد كبير إيجابي مقارنة بالتقرير اللي قبل كده، يعني من فترة والتقارير كلها سلبية، والمدير العام حتى يمكن طلب لأن اتخاذ موقف منها تهديد لإرسال الملف الإيراني إلى مجلس الأمن مرة أخرى لفرض عقوبات جديدة وإلى آخره. لكن المرة دي حقيقة التقرير إيجابي إلى حد كبير. التقرير طبعا ذكر الحقائق، ده موضوع اخر، لكن هو قال انه وصل الى اتفاق مع ايران في موضوع فهم الموضوع جسيمات اليورانيوم المصنع اللي كان شافه في احدى المواقع اللي هو فيها تفجيرات عسكريه، واتفهم حتى القصه كانت غريبه جدا ان اللي عمل التفجيرات دي واحد من دوله ثانيه غير ايران في الاراضي الايرانيه ايام الشاه، وما قالوش اسم الدوله دي ايه. في نفس الوقت اتكلم برضو على ان ايران ادت تفسيرات لموضوع اليورانيوم عالي التخصيب اللي هو 83.7، وقالوا فعلا ده بسبب التغيرات اللي بتحصل عادة في دوران الأجهزة بتاعت الطرد المركزي، وده بيحصل حقيقة في بلاد تانية يعني مش إيران، لكن المرة دي الوكالة صدقته، مع ان كان المفروض الوكالة تصدقه من زمان، لكن هي المرة دي اعلنت ان هي مصدقاه وان الموضوع ده اتقفل. الموضوعين دلوقتي اتقفلوا، وفي نفس الوقت ايران سمحت بانشاء او بوضع مش بس الكاميرات في اماكن ما فيهاش مواد نووية، فيها مصانع تصنيع وحدات التخصيب، ودي كانت لو نذكر كانت في كارجازون قبل كده انضربت وحصل تفجير ودمرت الورك شوب اللي هو اللي بيصنع الحاجات دي، وحتى الكاميرات انضربت، كاميرات الوكاله انضربت هناك، وبالتالي نقلها الايرانيين، ده الكلام ده بقاله اكتر من سنه، الى اصفهان في مصنع جديد، لكن رفضوا الايرانيين وقتها انهم ينقلوا الكاميرات بتاعت الوكاله. الوكاله دلوقتي نجحت ان هم يحطوا بضع كاميرات هناك، لكن ما زال لسه يمكن موضوع واحد هنا واقف، إن الكاميرات اللي كانت موجودة قبل كده واللي عليها ملفات مفروض إن يدوها بقى للمفتشين يراجعوها، حتى على الأقل يراجعوا الفترة اللي هي طب دكتور، بما أنك ذكرت موضوع تركيب الكاميرات، يعني هل برأيك هذا الأمر كافي لمراقبة أنشطة إيران النووية، أم أنه نحن بحاجة لمزيد من التتبع؟ يعني هل الوكالة بحاجة لأكثر من ذلك، أكثر من موضوع الكاميرات؟ بالقطع طبعا، لأن يعني بس لازم نعرف أن الكاميرات في إيران كتيرة، هي مش بس حتى الارقام بتاع دي، ده في كاميرات تانية في داخل المفاعلات مثلا النوويه، في كانت موجوده برضه في مصانع التخصيب والى اخره، اذا في اعداد كبيره، جزء منها هي اللي ايران شالته، مش كلها لكن جزء هام منه اتشال، ودلوقتي بترجعه اعتقد تدريجي. مش بس الكاميرات، في اجهزه مونيتورنج اللي هي مراقبه تدفق المواد النوويه، ودي مهمة جدا في مصانع التخصيب. هتعرفني ان اثناء خلال ال 24 ساعة بالكامل اذا كان في يورانيوم مخصب او عالي التخصيب او غيره بيعدي وكميته قد ايه. ايران المرة دي وافقت ان الوكالة ترجع، يعني كانوا قالوا لهم شيلوها، وايران رجعتها مرة تانية المرة دي. وعشان كده بقول ان في حقيقة يمكن اربع خمس نقاط ايجابية في تقرير الوكالة. طبعا الوكاله قالت الكلام اللي حضرتك قلتيه، ان اليورانيوم المخصب النهارده كميته بقت كبيره قوي، يعني حوالي 4.8، يعني مقرب على 5 طن يورانيوم مخصب، منهم ال 114 اللي هم 60%، ده بالمناسبه يعملوا ما يقرب من ماده لثلاث قنابل ذريه.
ال 60% ده يقدر يصنع قنابل ذريه على فكره زي ما هو، مش لازم يكون 90%، بس طبعا كفاءه ال 90% اعلى بكتير. اذا ايران النهارده عندها التوتال بتاعها يمكن ما يعادل اكتر من 6 قنابل ذريه حسب الارقام بتاعت الوكاله، منهم 3 قنابل من يورانيوم عالي التخصيب اللي هو 60%، ودي موجوده اوريدي بالفعل يعني. نعم دكتور يسري أبو شادي كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، شكرا جزيلا لك.